النهاردة انا هعمل حاجة ما عملتهاش في قناتي قبل كده. عارفين هعمل ايه؟ هعمل خدعة في اخويا ستيفن وما ظهرش في فيديوهات قبل كده، فهنشوف بقى هيعرفها ولا لا. تعالى يا ستيفن اهو. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا هعمل خدعة، هشوفك هتعرفها ولا لا. ماشي طيب اطلع بره. ماشي يلا هيطلع بره. اهو طلع بره يا شباب. اوكي نتأكد انه ما بيسمعش. تمام، اول حاجة هنجيب جنيه، اي حاجة، مش بس تكون يعني جنيه يعني عشان يحسس يعني كده يعني. ونجيب اللزق الابيض ده، لازم اللزق الابيض ده فقط، ده نقطع منه حتة كده كده اهو يا شباب. نشيل منه الحتة البيضة دي اللي هي اللزقة دي، نشيلها، بتبقى واجهتين، نشيلها من كده. بصوا يا شباب هي بتبقى فوق وتحت لازقة، يعني بتلزق من هنا ومن هنا. هنلزقها على الجنيه بس نخلي الجنيه ما يبانش، قصدي لازم ما يبانش، قصدي هي جنيه. هنحطها كده، انتوا شايفينها صح؟ هنحطها كده تمام، بس يكون اللزق مش باين وما يكونش فارد. بعديها مثلا هنيجي ونقول بصي 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 يا ستيفن، او بصي اعمل يعني خدعة حلوة تعملوها في اخواتكم او اصحابكم، تعملوها كده وتقولوا لا ثانية اقلبوا كده وبص يا ستيفن تعرف تجيبها ازاي؟ يقول لكم قول لي السحر ده، السحر لا ما فيش حاجه اسمها سحر. بعديها نعملها ونعمل نلزقها ثانيه، لا اتلزقت، نعمل كده، نعمل كده، نلزقها من غير ما يلاحظ. فهمتوا؟ فهمتوا الطريقه؟ تلزق من الوجهتين تمام، او ممكن برضو تجيبوا اللزقه دي وتلزقوها هنا. تمام، هنادي كده ثانيه ستيفن. هنا دي ستيفن، ده الادمن يعرف. بص عليا انا بقى. ماشي ادي اهو الجنيه. ماشي، عارف اللي هيحصل؟ مش عارف. مش عارف راح فين. ايه ده؟ ايه ده؟ قولي بصراحة لك كل لاحظتها. ما لاحظتهاش بصراحة. ايه ده؟ ازاي ثانية انا ليه خليته يعرفها؟ ثانية شفت؟ عرفتها سوسة. حطيت عليها لزقة. شفت الخدعة يا شباب؟ خدعة حلوة أوي، تقدروا تعملوها مع أصحابكم وإخواتكم أو أي حد يعني، مش لازم. لو عجبتكم الخدعة اعملوا لي لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد منا. يلا